قال القدماء في اختلاف الفقهاء رحمة للأمة، للفقهاء الحق في أن يختلفوا، ولكل منا الحق في أن يكون متفرداً. من أجمل ما جاء من تعابير القدماء تعبير أدب الاختلاف، فالمخالف لك قد يكون على صواب وقد تكونان كلاكما على صواب. ويلعن الجيل اللي بده يدرس عن جدك. على أبوك يا بعض الناس بحاجة إلى كثير من الأدب في التعامل مع الغير. رأت الفتاة الغنية في قصة أطفال نشرتها دار المعارف شاباً يلبس ملابس ذات ألوان متضاربة، فسخرت منه وشبهته بالببغاء، وزادت فأنشدته: ببغائي ببغائي أنت شبه الفصحاء. وتكملة القصة أن والدها عاقبها بتزويجها منه. يرى النحيل صديقه السمين فيبتسم مبتهجاً ويقول له: ما شاء الله، وقد يربت على كرشه. قد يكون البدين بديناً لمرض أو لعادات متأصلة في أسرته أو بسبب تركيبته الجينية. عندما قال أحد الثقلاء لرجل بدين: ما أوفر شحمك ولحمك، أجابه: ليس على مائدتك ولا على مائدة أبيك. من حق الإنسان التفرد في شخصه وفي رغباته ضمن القانون والعرف الاجتماعي.